نتابع بسرعة قضية الحاجة سعدية. احنا بس مع الحاجة سعدية هنطمن عليها. هي موجودة معانا على الهاتف. في حاجة سعدية، اهلا بيكي. اهلا بك يا استاذ وائل، اهلا بيكي وحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. الحمد لله انه حضرتك بخير، وده اللي يهمنا ان احنا نطمن عليكي. يعني قولي لي انت بصحة جيدة؟ الحمد لله. الحمد لله، السفارة المصرية عملت جهدها والسعودية برضو ما خلتش، برضو كل العالم كلها الحمد لله. الحمد شفت لله. ازاي الناس حسوا انك مظلومة ووقفوا معاكي جميعا؟ يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أصل المظلوم دايما ربنا بينصره. طبعا طبعا يا حاجة سعدية. قولي لي انت عملت العمرة، الحمد لله. انا هجيب معاكي من النهاية، من الاخر. الحمد لله عملت العمرة، مش كده؟ الحمد لله يا رب. كان نفسك تعمليها، انت كنت مسافرة عشان تحققي حلمك ده. مسافرة صح، كنت مسافرة عشان أعملها ليا ولابني اللي متوفي. الحمد لله يا حاجة سعدية. وانا بس طبعا الحمد لله، ده رضا الحمد لله. لما لقيت البلد عندك كلها واقفة معاكي، والمصريين كلهم والسفارة المصرية والله والله ما سابوني، السفارة المصرية والسعودية كلهم ما سابوني، الحاكم الملك، الحاكم الرئيس السيسي، كله بصراحة ربنا ينجيهم وربنا ينجي مصر. الحمد لله يا حاجة سعدية. هنا طبعا الحمد لله. انا يعني مش هدخل معاكي في تفاصيل القضية قوي، ولكن هنا عشان كمان ننصح الناس. يعني اللي حصل لك أرجو من كل واحد مسافر لأبوه ولا أخوه ما ياخدش حاجة من حاجة، ما ياخدش حاجة من اللي أنا حد، هقوله بس مفيش حد يقول له خد شنطة. لا، عملي تاني تعلم الكل، واللي أنا شفته يعلم الكل، ما حدش ياخد من حد، كيف يكون في حبة أكل. انت طبعا ست طيبة جدا، ما عملتيش، ما توقعتش خالص ان في حد يكون بالشيطانة دي. لا والله، ولا عمري شفت الواد ده نهائي. لا، ولا تتخيل ان في حد يحط لك مخدرات في شنطة او ترامادول ويقول لك وصليه السعودية. يعني دولة تانية يا أستاذ وائل، يا ريتها دولتي، وتعدي من دولتي ازاي؟ تعدي من مطاري ازاي؟ من قلب بلدي، من يوم 2 رجب. طيب، المهم ان من يوم انت 2 رجب تعدي من دولتي ازاي؟ مش عارفه والله. قولي لي اللحظة اللي انت اكتشفت فيها يا حاجة سعدية، اول ما وصلت المطار وقالوا لك الشنطة دي فيها انا ترامادول. لطمت على وشي وقمت مسرعه في الارض مرميه، ودوني على المستشفى اول ما قالوا لك كده اغمى عليكي على طول. على طول، قمت لطم على وشي مصوته وقمت واقعه على طول في الارض، جابوني من المستشفى عشان يعملوا اجراءات. انا شفت قليل، الله ينتقم منه. ان شاء الله الحمد لله الحمد لله رب. محبوسين وهيتحاكموا ان شاء الله. يعني يتحاكموا، يتقطع منهم تقطيع، طبعا وكل طبعا من ياخد حاجة يورم اي مخلوق ياخد حاجة النهائي. طيب انا كنت انا اصلا ما شفتش الشنطة دي والله يا استاذ وائل، ولا مديت ايدي عليها ولا مسكتها ولا اعرف فيها ايه. وانت هنا يعني ما اديتيش خوانا، يعني قلتي لا، بس انت كنت شاكة شوية. يعني اما عدت من المطار عندنا قلت انا ظلمت، لو كان بحسب فيها حاجه لا يبقى كده انا ظلمت وما فيهاش حاجه بقى الحمد لله. وكان عايز ياخد هدومي يحطها في قلبها، عايز يفتح الشنطه بتاع بالقفل وياخد الهدوم بتاعتي يحطها في الشنطه اللي هو جايبها. كنت واقفه بقى قلت له انا ما بحطش هدومي مع حد، انا واحده مصرصه ما بحطش هدومي مع حد. طبعا القفل بقى
كملي يا حاجه سعديه اتفضلي. القرش بقى يابا اللي بيدي رشاوية بيعمل كل حاجه. طيب كل ده محل تحقيقات، وان شاء الله حقك بالكامل لانك انت اتظلمتي، وبدليل انه الناس اتعاملت. ربنا مش هيسيب لي حق، ربنا مش هيسيب لي حقي ابدا. الايام اللي انا عشتها هناك بقى انا حاجه سعديه، في شيطان ممكن يطلع حد يعمل عمره ويعمل كده، يحط له مخدرات في شنطه. هو اذا كان هو بيقول لبنتي انا هعمل واحده قد امي، انا اعمل فيها حاجه. وانا كنت بطلع له فلوس وبطلع له، يا اخي طلعت لك حمايه بعيد وتبهدلني في دوله غير دولتي. بس الحق مش عليا ولا على الحق، على اللي طلع الشنطه من الميزان، من البتاع اللي بيعدي ده. كل ده بيخضع للتحقيق. كل ده بيخضع للتحقيقات. كنت عايز تتكلم عليا اللي كان واقف يوم اثنين رجب ده اللي يتحاكي. الطياره اللي كانت طالعه بتاع دقيقه مطار ابو اسمه ده اللي انا نزلت فيه ده. كل ده متحدد. كل ده يعني يستطيع يعني التحقيقات تستطيع انها تحدد مين اللي كان موجود. يعني يوم 2 رجب الساعه 4 ساعتين ما كنت راحه. قولي لي يا حاجه سعد، عندك حق طبعا، عندك حق في جزء متعلق بالتحقيق. ازاي الشنطه دي خرجت وهي فيها الترامادول من هنا؟ يعني ده لازم يخضع لتحقيقات ويتحاسب المسؤول عن كده. يعني قولي لي بقى، الراجل نفسه اللي بيطلع العمره ده يا حاجه سعديه، ما اللي هو السمسار اللي كان معاكوا ده من البلد، الراجل نفسه اللي بيطلع ده ما حدش يعرف عنه حاجه حتى الان؟ من هون اللي محبوس؟ لا، اللي هو الراجل اللي عامل لكم العمره اللي دافع فلوسها. يعني ما اعرفش والله يا استاذ وائل. هو قال لي ده هيقابلك في المطار وهياخد الشنطه وانا هاجي لك بعد اسبوع افسحك واوديك كده واوديك كده وتقومي راكبه وجاي. لا رحت عمره ولا شفت حاجه، جيت من المطار على النار. جيتي من المطار على النار. بس تضامن الناس معاكي ده والله يا حاجة سعدية، قولي والله ثلاثة بالله يا أستاذ وائل، الناس كانت معايا بتوع السجن أحسن من الأهل. بس اللي كان تعبني إنني فردانية وحدانية في قلب البتاع بين أربع حيطان. طبعا، بس الناس الحمد لله عاملوكي في السجن معاملة جيدة، يعني الحمد لله. عندنا هناك الأب ريم والأب أسمه دول كان عندي أحسن من يعني زي بناتي اللي في البلد. لا ده أنت حافظة أسمائهم من مش قعدت 40 يوم يا أستاذ وائل. 40 يوم مقفول عليا بالإقفال، بست كبيرة ومانيش قادرة أخد نفسي وعندي جرحة وعندي ده وده وده وتعبانة، ويتقفل عليا بالإقفال 40 يوم. 40 يوم بس. عايز اقول لك يا حاجه سعديه، الميزه فيها ان يا ريت الناس تقف مع كل مظلوم بالشكل ده. يعني الناس وقفت معاكي، واتمنى ان الناس تعمل كده مع علم. كل مظلوم يعني. ربنا عالم لي يا استاذ وائل، ربنا عالم لي، لانني عمري لا ظلمت حد وعمري باكلها بعرق جبين وعمري ما عملت حاجه في حياتي. يجي على اخر السنين يدخلني سجن، ده انا بخاف من العربيه بتاع السجن لما تكون معديه. والله بخاف منه. يعني لما بتشوفي بوكس معدي بوكس او عربيه سجن والله بخاف منه، ورحمه ابني بخاف منه. فيقوموا يحطوا لي مخدرات في شنطه؟ ابص لاني محطوطه في وسط غابه. الحيطان علو مقربه للسما،
ومعموله بسلوك ومقفول عليها باربع حيطان وورقع بالمخ ما حدش يسمعني. انتي ما فتحتيش الشنطه دي خالص اللي هو اداها لك يا حاجه سعديه؟ والله يا استاذ وائل ورحمه ابني مربي وحياه الايام المفترج عند ربنا، انا بايدي ما اتمدت على الشنطه ديت ولا لصمتها نهائي. وهو طبعا في كل الاحوال عشان نحذر الناس وننبههم، النصيحه انت بتقولي الحق لاي حد مسافر ما تاخدش اي حاجه من حد. صح صح. ولا كيس بلاستيك حتى يعني. والله لو راح بطولي. ولو اخويا قال لي خدي شنطه عدها قول له روح وديها. قال لي انا شفت يا استاذ وائل. ولا داعي بقى للكلام لحسن ايه يلا. لا لا ان شاء الله يا حاج سعديه الناس ربنا الناس كلها متفاهمين. يا استاذ وائل محدش شاف ايام قد زي محدش حس بها الا انا طبعا، لان المظلوم معاناه المظلوم وصرخه المظلوم يعني محدش بيحس بيها الا صاحبها يعني. يبقى ياخدني عنده على ماشين منافسي. ايه بتقولي ايه؟ يعني مدير السجن المدير بتاعهم. والله بقى ياخدني عنده على ماشين منافسي بس شويه لو نص ساعه. والله كويس جدا يعني. شوف ايه؟ لا كويس جدا اصلا. ويطلب لي شاي ويطلب لي الشاي ويجيب لي تمر من عندهم عشان افطر. تعامل السلطات السعودية مع المظلوم في هذه ولا كلمة. يقول لي أنا عارف إن أنت مظلوم، أنا عارف إن أنت بريء ومظلوم. هما بس كانوا مستنيين الإجراءات القانونية يا حاجة سعدية يعني. أهو كده مستنيين الإجراءات. وهنا السلطة القنصل المصري بتاع بتاع المصرية ده القنصلية المصرية السفير حازم رمضان، انا كنت لسه بتكلم معاه والناس ربنا يحميهم لشبابهم يعني. والاستاذ ياسر والمستشار ياسر والاستاذ مجدي وكلهم كلهم والله النهار ما جم ياخدوني اربع عربيات ملاك كبار كانوا واقفين قدام البوابات هناك. طبعا التعامل السفارة المصرية يا جماعة زي ما قلنا لكم امبارح يعني القنصلية المصرية في جدة كان نموذجيا يعني في التعامل في قضية من زي دي. حاجة سعدية انا عايز هنا طبعا ولادك بقى لما اول ما مسكوكي بالشنطة دي لغاية ما الناس تكتشف انك مظلومة اكيد كان عندك احساس كده انه طب الناس هتقول ايه ما يعني لغاية ما يكتشفوا انك مظلومة يعني. هل كنت خايفة او قلقانة ان ده يسيء لسمعة ولادك وبناتك؟ لا ولادي عارفين انني بريئة والدنيا كلها عارفة انني بريئة. وطلعت مظاهرات قبل كل حاجة وطلعت مظاهرات عندكم في البلد تضامنا معاكي يا استاذ وائل. مش بلدنا بس الدنيا كلها لغايه السعوديه. والله هنا بقوا من السعوديه يقولوا بريئه وبقوا مطلعين اهلين. ما هو ده يعني الـ 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 الميزه في القضيه دي الجوانب الحلوه اللي فيها يا حاجه سعديه، في جوانب حلوه فيها مع كل الالم اللي انت عشتيه يعني. الله يكون في عونك يعني. عشت الم يا استاذ وائل بصراحه عمر ما هيتنسى. لان التهمه مش سهله يعني. ده انت ست. ايوه جريمه ده جريمه. هو فلوس ولا قتل ولا ضرب ولا ده بلاوي. تحكي لي بلاوي في قلب الشنطة. يخرب بيتك يا شطان. يخرب بيتك وبيت اللي خلفوك يا شطان يا ملعون. والله عندك حق يعني. زي كده ابقى ست كبيرة كده وتدخلني السجن على ايه على اخر ايامي؟ ده انا قطعت شرايين ايدي عشان اموت. خبر ابيض.
بتقولي ايه؟ شغلين ايدك ايه يا حاجه سعديه؟ والله كنت هموت نفسي ورجعت استغفرت. لا انت مؤمنه بالله يا حاجه سعديه؟ ايه اللي خلاك تفكري في كده؟ ما خلاص بقى انا قفت من حياتي من البتاع المدعوء اللي انا كنت فيه. ما عندك حق، لما تبقي ست بسيطه كده وطالعه نفسك تعملي العمره، وبعدين ويا ريت حد معايا، ويا ريت حد معايا، الا انا لوحدي ليل ونهار انا لوحدي. بس بعد كده لقيت مصر والسعوديه معاكي كلهم يعني. ولاد بلدي بقى بقوا يجونا على صوت. ولاد بلدي الله ينجيهم، الاستاذ مجدي والاستاذ ياسر و الحمد لله يا حاجه سعديه. كله قد كده كان نفسك تعملي العمره يا حاجه سعديه يعني قبل ما تموتي؟ ربنا يديك الصحه والعافيه يعني. يعيش يا رب. الحمد لله عملتها ليله امبارح، ليله 15. طيب شفت ازاي ان حلمك اهو اتحقق والحمد لله اتحقق، واتحقق وانت مظلومه، فالحقيقه الثواب هيكون مضاعفا يعني ان شاء الله. ما انا بقول لك تبع الصبر، واللي ربنا بيقول له كل ده ربنا بيقول لي الشيء كن فيكون. الحمد لله، دي احسن ما في القضيه. بعد بقى يا حاجه سعديه ما اول ما قالوا لك خلاص افراج واخلاء سبيل يعني، الحمد لله اكيد اللحظه دي ما تنساهاش ابدا يعني. المدير اللي ندهلي المدير قال لي بشيري، بقول له خير ما فيش اخبار ولا حاجه، قام قال لي بشيري السفاره هتجي تاخدك النهارده. بقول له قال لي والله بشيري بشيري باذن الله هيجوا ياخدوك النهارده. اما بقيت خايفه لا يرجعوا لا يحصل حاجه واقعد تاني. والحمد لله لقيت ولاد بلدي واقفين بالعربيات ما شاء الله، وجايين جوه عند المدير صلاه النبي ست رجاله ربنا يحميهم لشباب، وقاموا واخديني على المطعم مقفليني حاجه ساعه ودين وامهم. طبعا انا كنت دايما واحنا بندافع عنك يوميا يا حاجه سعديه اقول ملامح الحاجه سعديه زي كل امهاتنا يعني، كل يعني فيك الطيبه والبساطه الشديده والتلقائيه والعفويه اللي تخليكي يعني الى هذا الحد حد يقول لك خدي شنطه، فيعني ست طيبه الى اقصى الحدود يعني. والله يا استاذ وائل وربي انا ما خدتها ولا جيت يمه، هو حطها من العربيه على الراجل اللي بيشد بتاع العجل ده، والراجل وداها وقام واخدها على البتاع اللي بتروح يم المطار دوم. ما شفتهاش بقى في الزبت في بتاعنا ام بي دي ولا هو ايه؟ طيب ام بي ولا هو طبعا لا ما الله يكون في عونك في اللحظه دي لما حد يقول لك ده يا خرابي لحظة ده كتر خير الدنيا ان انا واقفة على حيلي. ما حسيتيش اغمى عليكي على طول واغمى عليكي على طول يا حاجة سعدية؟ انا صوتت ولطمت على وشي قمت مرمية في الارض، حطيني على ترابيزة جوه للدكتورة بقت تديني حقن، وقالت لهم ما فيش فايدة. لقيتني بقى في المستشفى، خلصت المستشفى بقوا جايبيني بقى للتحقيقات بقى تحقيقات يا استاذ وائل لما تريد. لانه ما هم يا حاجه سعديه في بلد في سلطه لقوا في شنطه ترامادول يعني لازم يتعاملوا معاكي. عندهم حق. الراجل اللي كان بيعمل وبيحقق وكده رجع لما عرف ان انا مظلومه يقول يا ريت اقدر اخدها تقعد عندي. يا الله يعني والله ثلاثة اللي كان شارد أباني وبقى يزعق أباني يقول يا ريتني، واتصل عليا وهناني بالطلوع يقول يا ريت أقدر أخدها وتقعد مع والدتي دول. شوف بقى لأن ربنا علمت
يعني شوفي حتى الناس سواء الشرطة او اللي بيحققوا معاكي في النيابة تعاملوا معاكي على انك امهم يعني هو يقول انا انا من جوايا عالم ان هي بريئة، بس احنا بنضغط عليها عشان نعرف الواد لسه نصيبه. وانا لو كنت اعرف يعني، شوف هو اتمسك فنصيبه يعني، شوف ما كانش ده بقى ما كان عمره ما هيتمسك، انما شوف اللي فاكر ربنا ان يتمسك فيه، تقول لك اتمسك في الجيزه في مصر مستخب. كان هربان يعني. انا مش انا الحقيقه مش متخيل طب انا حتى يا جماعه يعني شوف ده يعني انا كنا دايما نقول اي يعني اي شيطان ممكن يعمل كده، وهو عارف ان دي هو ست. الشيطان هو اتفضلي اتفضلي يا حاج سعد. ده هو الشيطان. يلا ربنا بس يخلي السلطه، يخلي بتوعنا المصريين اللي هنا اللي في الكونسولتو وينجيهم ويوقف لهم ولاد الحلال ان شاء الله. انا معايا بنتك كمان، هي معايا بنتك فاطمه، مدام فاطمه، عشان عايزه تسمع صوتك وتكلمك. يا مدام فاطمه اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ وائل. اهي الحاجه سعديه زي الفل اهي. وخلي بالك يعني المظلوم ده يعني ثوابه ربنا بيعوضه، وهيعوضكم كمان ان شاء الله يعني. الحمد لله يا استاذ وائل، والله الشكر كله لحضرتك وللقناه، احنا مش عارفين نشكرك ازاي. انت اول انسان وقف جنبنا وكان دايما يطمن على والدتي كل يوم، وبنشكرك قوي 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 قوي. قضية كل المصريين. اي واحد هيتخيل امه مكان الحاجة سعدية؟ اي واحد. صح يا استاذ وائل، يا رب ويبارك في حضرتك يا رب، يخليك لكل مظلوم. الحمد لله. هنا انتوا اطمنتوا عليها وهي عملت العمره ومستنيينها ان شاء الله ترجع يعني. ترجع بالسلامه يا استاذ وائل، ربنا يبارك فيك يا رب. ان شاء الله. لو عايزه تقولي لها حاجه كده وهي معانا، انتوا اكيد بتكلموها يعني، بس عايزه تقولي لها ايه؟ الحمد لله على سلامتك يا ماما، وحشتينا وحشتيني قوي 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 قوي، ربنا يديلك الصحه يا رب ويرجعك لنا بالسلامه. اللي وحشتيني يا بطوطه. والله وانت اكتر يا ماما. رب نعم يا بطوطه، وحشتيني قوي قوي يا بطوطه. ربنا يبارك فيك يا ماما ويرجعك بالسلامه يا رب، وحشتينا يا ماما والله. وحشتينا وحشتينا وحشتيني. عارفه والله يا ماما، عارفه والله. والله انت ام جميله يا حاجه سعديه والله. الله يخليك يا رب، ربنا يخليك يا ماما يا رب. ربنا يوفقك، والحمد لله اكيد كمان العمره وانت بتعمليها، والله الاحساس بيكون مختلف لما تكوني مظلومه وتعبتي قوي عشان تعملي العمره. انت كنت ولسه هرجع اعملها ثاني، عشان هرجع اروح عند الرسول برضه ان شاء الله، وان شاء الله هتحجي ويتحقق لك حلمك. في ناس كتير يا رب يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. في ناس كتير بس دول بقى بتوع خير يعني، متبرعين لك بالحج، مش زي الشياطين اللي يطلعوا. ده كانوا هيطلعوا ستات تانية كمان معاكي يا حاجة سعدية بعد منك يعني. لا، ما هي الضربة القاضية جت لي الاول. هي الضربه القاضيه جت لي الاول يا استاذ وائل. فانت انقذتي. ربنا عوضني مني. السفاره المصريه طلعتني هنا ومخلياني ما مش عايزه حاجه. الحمد لله، واحنا كنا بنتابع معاهم دايما، والحمد لله يا حاجه سعديه. ولما هترجعي مصر ان شاء الله الناس هتعمل لك، هتلاقي بيستقبلوكي في المطار، لأن الحقيقة عودة المظلوم تستحق إن الناس تستقبلك وترحب بيكي، وزي ما المجتمع كله كان متضامن معاكي إن شاء الله. نفسك بقى في اللحظة اللي ترجعي فيها مصر إن شاء الله يا حاجة سعدية. مصر تربها غلى علينا. الله. مصر أم الدنيا. ربنا يحفظها وينصرها. ان شاء الله يا حاجه سعديه. واحنا ويخلي الرئيس السيسي وما عدموش ابدا.
يا رب وينصره، ينصره على مني عليه. وقالوا لي ان انت حتى كنت بتشجعي الناس يروحوا الانتخابات ويروحوا الاستفتاء ويروحوا الحاجات اللي طول السنين اللي فاتت دي. بقيت مقهورة اتمنى لي من نفس البلد ساعة الانتخابات في المرة اللي فاتت ده ايه، واقول بإذن الله واتصل اقول ها عملت في اي، قالوا لي بقيت هين عليا وانا هناك والله وانا محبوسة، ولما قالوا لي نجح والله زرغات وانا محبوس لان ده بلدي بلدي بلدي، ربنا يحفظها ويخليها كده منصورة دايما مصر. والله يا جماعة لان يعني تراب مصر غالي، اي تراب مصر غالي علينا. يعني في جمال احسن من كده في الـ في الـ في الصدق والاخلاص والعفوية والبساطة الشديدة والوطنية. طب نعمل ايه بقى في الشياطين اللي لازم يتحاسبوا والله اضعاف اضعاف ما يمكن ان تتخيله من مساءلة ومحاسبة؟ يعني بشكرك يا حاجة سعدية، وان شاء الله هترجعي لنا بالسلامة وهنستقبلك في المطار ان شاء الله. ماشي يا ماشي يا حبيبي، ترجعي لنا بالسلامة يا حبيبتي ان شاء الله. والله يا جماعه يعني مش ممكن ابدا يعني شوفوا قضيه الحاجه سعديه، الحمد لله انها عدت على خير، والحمد لله انها انتهت بهذا الشكل، وفيها جوانب ايجابيه يعني اتمنى ان احنا نستفيد منها، اللي هو يبقى فيه راي عام ضاغط ومتضامن ومش ساكت لما يكون في احساس حقيقي بان في مظلوم يعني، والناس كلها تقف مع المظلوم حكومة وشعب يعني. ده واحد. اتنين كمان ان تلاقي السفارة المصرية تتعامل او القنصلية المصرية في جدة تحديدا، وانا زي ما قلت كنت من شوية بتكلم ايضا مع السفير حازم رمضان وكان معنا في مداخلة بالامس، لا اشتغلوا في هذه القضية بالشكل الدبلوماسي والقانوني والإنساني بشكل مثالي يعني. أتمنى كمان أنه ده تكون نموذجا نطبقه في كل الحالات، بيبقى عندنا شعور أن في مظلومين بيتعرضوا للتعسف أحيانا في بعض الدول يعني. والحاجة الثالثة أن سلطات الدولة نفسها يعني السلطات السعودية تعاملت مع الحاجة سعدية، كل ضابط شرطة وكل مواطن وكل ست في السجن حتى معاها وكل من يحقق معها في النيابة، كل دول كانوا بيتعاملوا معها لأنها أمهم، وبالتالي ده يعني ده يعني أهم ما يمكن إن احنا نستفيده من هذه القضايا. صحيح محنة صعبة جدا ومؤلمة، لكن بداخلها جوانب إيجابية استفدنا منها. وشوفوا قوة المظلوم، قوة المظلوم. انتوا عارفين غاندي لما قال تعلمت من الحسين كيف اكون مظلوما فانتصر، ايوه المظلوم ينتصر، والحاجة سعدية لم تنتصر لنفسها فقط يعني، ده هي كان كل احلامها انها تعمل عمرة وترجع، وقعت في ايد شياطين. مين يتخيل ان حد يجي يقول لك تعال حقق لك حلمك وطلعك العمرة عشان اكسب ثوابك واخد ثواب، فيطلع شيطان. طب ما تشيطن بعيد عن الـ العمرة وبعيد عن الـ 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 الدين وبعيد عن الاماكن المقدسة اللي بتحتل جزءا اساسيا في وجداننا يعني، ما تروح تشيطن في تجارة العملة في اي حاجة تانية، بعيد عن انصب في اي حاجة والقانون يحاسبك يعني، انما في شيطان يمكن انه يتخيل ان تكون في مجال للشيطنه في عمل خيري بهذا الشكل، وانه يصفر الناس للاماكن المقدسه وللعمره وللحج وتبقى عندك كل هذه الشيطنه. يعني حد يتخيل ان في شياطين؟ دول ممكن تتعامل معاهم ازاي يعني؟ يعني حتى القانون والله ليس كافيا، هتضطر انك تحاسبهم بالقانون، لكن
لما بتقعد تتخيل كده في لانه القانون قانون يعني، لكن الشيطنه في 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 مجال بهذا الشكل او في هذه الدائره تحديدا، لا شيطنه لا يستحق صاحبها ان يكون انسانا يبقى على قيد الحياه يعني، لا يستحق. وبالتالي هنا يعني ده اهم ما نستفيده من هذه القضيه كمان، ان الناس تتعلم اللي هي النصايح اللي قالتها الحاجة سعدية، اوعى تاخد حاجة وانت مسافر، اوعى تاخد اي حاجة من اي حد وانت مسافر، ولا تدي اي مجال لحسن النية. عارفين الناس بسيطة احيانا، حد يقولك ده انا بيودي ده لوالدتي في البلد، وديها لاهلي في البلد، تبقى انت في بلد تانية فتاخدها وتقع في نفس المأزق يعني. يعني لولا تكاتف الناس بهذا الشكل، ولولا تدخل السلطات في مصر والسعودية، كان ربما الحاجة سعدية لم تنجو من هذه القضية يعني. خلونا كمان، كان في وقفة